الجزائري ونادي شقيق المصري. ممتازه ملعوبه الهدف الاول 1-0. ممنوع انقطاع الصوره، ممنوع انحباس الانفاس. 1-0 للدراويش. كوره الواحد صفر من اسماعيلي، 7 دقائق كانت كفيله بتقدم الفريق المصري. وهذا العراقي مصطفى كريم، على فكره الاخبار تقول، الكواليس تتحدث عن امكانيه انتقاله للزمالك. مصطفى كريم في كوره ولا احلى وانطلاقه ولا اروع في الجول الاول للدرويش. 1-0 من مهاب سعيد. سبحان الله، مهاب سعيد يعوض اليوم عبد الله سعيد بسبب زكام شديد يمنعه من المسانده والمساعده للفريق المصري، لكن مهاب يسجل هدف. كوره ولا احلى لما تلعب فريق ويما يكون مدرسة الفن الراقي والأداء الجميل. استمتع بالدراويش. الإسماعيلي 1 نادي اتحاد الجزائر 0. شوف الكورة ملعوبة، ممتاز ممتاز ممتاز.